السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بيتي كويزين. الوصفة ديال اليوم وصفة سهلة بزاف بزاف، اللي هي واحد لاصوص اللي تقدروا تقدموها كطبق جانبي مع أي أكلة وجدتوها، وخصوصا مع المشاوي، سواء كنتوا غادي تشويو الدجاج ولا اللحم ولا الكفتة ولا أي حاجة ترافقوها بهاد لاصوص هادي، ولا حتى ساندويتش. نمشي ودابا نشوفو المقادير ديال هاد الوصفة. أول حاجة غادي نبديو بها هي لاصوص ديال المطيشة. هنا أنا صايبت واحد لاصوص فيها شوية ديال التحميرة وشوية ديال الزيت وشوية ديال الملحة وشوية ديال البزار، حيت غادي نعاود نديرهم. درت غير شي شوية تكون طايبة، تكون طايبة وباقية دافية، يعني باقية سخونة. نزيدو عليها هنا عندنا الفلفل الخضر محكوك. الى عزيز عليكم الحار تقدروا تزيدوا حتى الفلفله الحاره الخضراء حتى هي تحكوها. ونزيدوا الثومه محكوكه، غير واحد الراس نتاع الثومه واحد على حسب كل واحد الذوق ديالو. ونزيدوا شويه نتاع البصله محكوكه اللي بغيتوا، البصله الصفراء ولا البصله الحمراء، انا هنا استعملت البصله الحمراء. ونضيفوا شويه نتاع الملحه وشويه نتاع البزار، انا ضفت هنايا غير شويه حيت ديجا دايره في لاصوص نتاع مطيشه. ونزيدوا شويه نتاع قزبر ومعدنوس اللي غادي يعطيو البنه نتاعهم مع ديك لاصوص كتكون شويه سخونه. هذا الشيء اللي غادي يساعد هاد المكونات كاملين باش يعطيو البنه نتاعهم في لاصوص. نخلطوا مزيان حتى يتجانسوا كاع المكونات. لاصوص ديالنا واجده. تقدروا تقدموا هاد لاصوص في الحين او تقدروا تحتفظوا بها في الثلاجه او المجمد، وقتاش ما احتاجيتوها تجبدوها وتقدموها مع الاكله ديالكم. نتمنى تكون عجبتكم هاد الوصفه، ونتمنى تجربوها وتعطوني الاراء ديالكم في التعاليق. وما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم الفيديو، وتضغطوا زر الاشتراك وزر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي. وكنشكركم بزاف على المشاهده، ونشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.